اهلا بيكم يا رزيعه في رزع محلي وحلقه القمه 118، حلقه عريقه جدا تتكلم على الاهلي والزمالك، كلاسيكو مصر. كلاسيكو الحقيقه يعني مش عارف اقول لك ان انا قعدت احضر اقول ايه، مش عارف. طب اتكلم شويه كوره؟ طب مفيش. فيمكن بمنظورنا كالعاده للماتشات اللي بتحصل نتكلم، لان ما بعد الماتش هو الاهم، ما بعد القمه. خلاص الاهلي خلص الدوري وعارفين، وكمان كسب المباراه دي، نشوف استفاد ايه والزمالك ايه اللي هيحصل فيه وايه العوق اللي عمال يجرى ده. بالاضافه طبعا ان احنا نتكلم بقى شويه على الانتقالات اللي الاهلي والزمالك مجبرين انهم يعلنوا عن كل صفقاتهم قبل بعد بكره، لان الاتحاد الافريقي زي ما قلنا هيقفل باب القيد يوم 31، ففي الايام اللي جايه دي هيقفل الاهلي والزمالك معظم انتقالاتهم. فاعمل لايك وسبسكرايب كده وانت قلبك جامد، وافتح التنبيهات لو كنت جديد معانا في القناه، ويلا نخش في الحلقه. لو جبنا سيره المباراه الاول، نمسك كده ولا ايه الماتش الجميل بتاعه. طيب استفدنا ايه؟ استفدنا ان احنا شفنا قمتين في السنه ما ارواحهم الحقيقه بيمثلوا عراقة الفرق الكبيرة في الدوري المصري. شفنا المباراة الأولى في برج العرب المطينة بطينة، فاكرينها طبعا، اللي هي مطرة وتش وإن العيال بتتزحلق، حاجة يعني في الزحلقة. شفنا بقى مباراة رائعة امبارح، يعني شفنا هي برضو مطينة بطينة بس من غير طينة ومطر، لأن ما كانش فيه كورة خالص. وده خلينا نسأل سؤال، هو حضرتك ليه أنا ما شفتش كورة في ماتش دوري منتهي؟ ده مفروض يعني الزمالك ينزل ياكل الأهلي، والأهلي يبقى عايز ياكل الزمالك، ومباراة حلوة، مباراة خلاص هو كده كده متحدد، الفرق مرتاح نفسيا، مفيش بقى أقفل وألعب على الكورة نشوف المدرب هيهاجم ولا لا. يا باشا أنت نازل تلعب ماتش كده حبي فريندلي أهلي وزمالك، متعونا بقى. مفيش. تتكلم عن مباراة تقول إيه يعني؟ تقول معلول مثلا جامد جدا وهو اللي جاب لك الدوري، جون كوبي بيست من ماتش المقاولين، الراجل شغال معاك، هجيب لكم جوان كده تمام، بتدخل كده في الدوري المصري هجيبها، راجل مؤثر جدا، وكل حلقة بنقول إن ده أفضل لاعب على مدار السيزون كله للاهلي. تتكلم على الشناوي، الراجل بيثبت تاني ان هو جون عظيم، بيثبت جدارته ان هو فايق الايام دي، الشناوي في عزه، ما بقاش بيغلط الغلطات والهفوات اللي بتحصل، فايق طول المباراه. الزمالك الكام كره اللي راحت كان موجود، شفنا الانفراده اللي ساسي حطها وانفرد الراجل، والشناوي موجود صاحي. وبنسمع دلوقتي وهنتكلم ده في الاخر الحلقه عن الانتقالات، عن استون فيلا وارسنال، طبعا مش عارفين ايه الصح بس هنتكلم في ده. حارس ممتاز الحقيقه، الزمالك متاثر، الزمالك برغم ان هو كان افضل طول المباراه من الاهلي، برغم ان المباراه سيئه، بس الزمالك ما يعني ما عملش الخطوره اللي تحس اللي هو جول يا ساتر يا لا، ما دي ما جاتش. اللي جه كله كان خطوره اخطر للزمالك من الاهلي. بس الزمالك متاثر بغياب جنش اكيد، في الماتشين اللي فاتوا، الثلاث ماتشات اللي فاتوا باين الغياب. النهارده الراجل عايز يلعب عمر صلاح ولا عماد السيد، قرر ينزل بعماد السيد، وعماد السيد دخل فيه الجون النهارده، لبس الزمالك الماتش كله. بما ان اقول لك الزمالك كان افضل، جون بيفكرنا بايمن شوقي والجون اللي لبسه فحسين السيد زمان، نفس الجون بالظبط. عارفين طاهر ابو زيد بيشوط، شاط له الكوره، والزمالك كان افضل واكل الاهلي في نهائي الكاس، والزمالك شغال والماتش 1-1، طاهر ابو زيد ضرب كوره فلتت من ايده نزلت ولبسهم المباراه وضيع عليهم البطوله. خلونا نسال ليه الماتش وحش كده برضو، يعني انا ما كنتش فاهم الفكره الحقيقه. هل مثلا ان ده بسبب ان ده اطول دوري مر في الحياه، 365 يوم دوري، طبيعي ان اخر ماتش تلاقي اللعيبه عامله كده. هل مستوى الاهلي والزمالك في الاثنين كلاسيكو اللي احنا شفناهم يمثل الكره المصريه دلوقتي؟ ده بيخطر على بالي، شكل المنتخب وشكل الاهلي والزمالك هو ده. اتصفصفوا بقى، منتخب طلع من جنوب افريقيا، الكره وحشه في مصر، الكره ممكن بقى ما نلومش اللعيبه، ممكن ما نلومش النوادي، نلوم الاتحاد ودعكه الماتشات، لكن في الاخر كوره وحشه، الواحد مش مستمتع خالص ولا في اي اثاره وانت بتتفرج على الماتش. كان هدف وحيد للزمالك وهدف وحيد للاهلي، الاهلي يثبت وجمهوره يغيظ اكتر صحابه الزملكاويه ويقول لهم كسبنا عن احقيه، وما كانش الموضوع بس هزار ولا اللي هو احنا كسبناه بالصدفه عشان انت غلطت، لا انا كسبت الزمالك وكسبتك في اخر ماتش. والزمالك نازل يعمل العكس، الجمهور الزمالك كله على امل ان يقول للاهلي لا احنا كنا احق وكنا افضل طول الدوري وكسبناك اهو عشان نعلن ان احنا كنا احق بس ضيعنا نقط انتوا استغلتوها. لكن في الاخر جاب الاهلي الماتش وحقق الدوري في بونت، كمان الفوز على الزمالك، وطلع الفوز كاملا في المنطقه بتاعت الدوري دي لجماهير الاهلي وادارته ولاعبيه.
كلمنا على الماتش لان ما فيهوش كتير صدقوني، يعني صعب حد يكلمك كوره في الماتش، لكن نتكلم بقى على اول ما الحكم صفر كده. اللي اعرفه ان يعني اللي بياخد الدوري بيستلم درع الدوري، موضوع ما فيهوش اي فقاقه، يعني تروح الدوري الاوزبكستاني تلاقي ان اللي بياخد الدوري بيستلم الدرع، تروح الدوري البنجلاديشي هتلاقي عادي اللي بيكسب الدوري بياخد الدرع، الا دوله واحده وهي مصر. الاهلي امبارح عادي، يعني انا حقي كمشجع للاهلي اشوف فرقتي بتكسب فين الدرع؟ يعني حضرتك فين الصوره بتاعتي؟ فين اللعيبه وهي بترفع الكاس؟ فين حسام عاشور اللي هو الكابتن ونفسه يرفع الكاس؟ قالك لا لا، الكاس هنسلمه في الاوتيل. يعني الواحد بيبقى كاتم نفسه بس بيلاقي حاجات تستفزه ويرجع يقولك انت بتثير الجدل. اوتيل ايه اللي هنستلم فيه الدرع ده؟ انت عمرك سمعت كده في العالم؟ قالك بقى يعني، ويبقى فيه اوبن بوفيه للعيبة هياصوا بقى دول ابطال الدوري. قالك كمان لحساسية الموقف بين الاهلي والزمالك. ايوه، ايه علاقته ده؟ ان يعني هو الزمالك مثلا ما كانش عارف ان المفاجأة ان الاهلي كسب الدوري؟ هل ممكن الزمالك يتفاجئ او يتضايق؟ ما اظنش، يعني الكلام ده هو اللي بيثير الجدل بين الاهلي والزمالكاويه. يعني ايه حساسيه الاهلي والزمالك في الماتش؟ يعني ممكن مثلا حد من لعيبه الزمالك والاهلي بياخد درع ياخده ويشده مثلا؟ ايه اللي هيحصل؟ قال لك بس ما فيش جمهور. يا سيدي هنتصور وينزل الصور في الملعب، وفي مش حضرتك عازم 15 واحد في الاستاد عمالين نكلوز عليهم في الكاميرا واحد واحد عشان يبان جمهور؟ الممر الشرفي حتى، وده يعني مش عايزين نتكلم عليه لان هو اختياري، يعني النادي ممكن يعمله وممكن ما يعملوش. شفنا مدريد رفضت انها تعمل لبرشلونه ممر شرفي مثلا بعد ما برشلونه كانت عامله لها ممر. الزمالك حر، بس كان مفروض يحصل. اللعيبه نفسها فيهم ما بينهم حب، اللعيبه نفسها بتلعب مع المنتخب مع بعض، وشفنا مثلا رمضان صبحي لما دخل في طارق حامد، رمضان كبر شويه، رمضان من سنتين كان بيقف على الكوره ويستفز ويشتم، النهارده رمضان حصل منه راح اعتذر لطارق حامد وقال له والله ما كنت اقصد وشدد كوره، ده حلو. انا كنت منتظر خناقه بعد الماتش، لا، اللعيبه بتسلم على بعضها وبيوازوا بعض وبيتكلموا، الدنيا حلوه. العداوه جايه من بره. خلصت سنه، طبعا سنه من المناورات بقى بين سيد عبد الحفيظ وامير مرتضى منصور، هو يقول لك المنافس بيراميدز، واتكلمنا ده في الحلقه اللي فاتت، وسيد عبد الحفيظ خلص الدوري وقال لك سيبنا الدوري يا بيه، شغل اللي هو عارف حصف الجبهات اللي عايشين فيه طول السنه ده وشغل الاطفال ده خلص الحمد لله. خلص ده والاهلي في استقرار شديد جدا، الدوري هداه، عارف الميه اللي عملت هدت الدنيا، ولاسرتي بقى جميل ومجدد اهو، هنشوف السنه الجايه، ورمضانه بقى رمضانه تاني، وحسين الشحات بقى اللاعب، والدنيا هدي طبيعي، الفوز بيجيب هدوء، والفوز سيد عبد الحفيظ هدي وبيتكلم بقى وكله هادي والدنيا استقرار. في الناحيه الثانيه عوق جامد قوي، عم مرتضى طلع اللي عليه زوم كبير جدا من جماهير الزمالك، كل جماهير الزمالك دلوقتي سيبك بقى من الاهلي يا عم الحاج وسيبك بقى من المسخره دي، هات لي مرتضى سبب ضياع الدوري. وده مش وجهه نظري، يعني ده وجهه نظر الزملكاويه، ناس كتير جدا مش عايزين نعمم، بس الزوم على اخر ما شفتش انا كده في حياتي، يعني لما مرتضى يطلع بعد الماتش 40 دقيقة مداخلة تليفونية، هو ممنوع الظهر يظهر، ف 40 دقيقة أكتر من الانترفيو بيتكلم بقى، والحكام والدوري اتسرق يا بيه، وبيشتم لعيبته وبيشتم الأهلي، يعني عارف ما خلاش، قالوها المنصور اللي بيعادي الكل يا منصور يخسر، أنت يعني أنت هنا وهنا بتشتم، يطلع يقول لك محمد إبراهيم ويقول لك ده كان وكهربا، إدي في كهربا شوية، وإدي في النجاش شوية، يقول لك لا والله لو جبنا مدافع هنمشيه، في حد بيقول كده يا اسطى؟ اللعيبة حتى بترد، يعني واحد زي محمد إبراهيم طلع يقول لك أنتوا بتلعبوني وأنا أصلاً متباع، واحد زي حازم إمام متباع أصلاً، راح اسكندرية خلاص السنة الجاية، عماد السيد في الاتحاد اللي هو دخل فيه الجون، بتلعب لعيبه انت اصلا ممشيهم وكارشهم مش ممشيهم كويس، ويطلع بقى يتكلم على خالد جلال حبيبه اللي جابه، قال لك اتفرج على خالد جلال بتحكم عليه في 3 ماتشات، قال لك يا بيه ده قاعد في الاوبرو الشهر وقاعد براحته، طلع النهارده بيسب له 100 مله، قال لك ما شفتش في حياتي مدرب بيقول للعيبه تلعب انهي مباراه، الاسماعيلي ولا تلعب الجونه، في كده يا بيه؟ هو ما فيش كده يا بيه فعلا. والكبيره بقى يعني الظاهر في حد بعت شتم مرتضى منصور على الموبايل، يعني بعت له مسجات، جمهور الزمالك بيبعتوا بقى في كل حته، ايه الظاهر اصطادوا النمره، ومش بنقول ان ده صح خالص، وبنقول انها قله ادب ده شيء اكيد، لكن الغريب ان حد بوضع رئيس نادي الزمالك يطلع في البرنامج اللي هو عامله يقول له اكتب عندك 012 13 0 2 ويقوم موطي الراجل البتاع، يقوم مرتضى تاني 0 100 7 3، انت بتهرج
ايه يا جماعه الهزار ده؟ اقسم بالله العظيم الكلام ده عديناه واحنا في تانية اعدادي تالتة اعدادي، كبرنا قوي على الكلام ده يا سيدي. بلا هل مثلا في يوتيوبر شفته ممكن حد شتمه ويوم كاتب نمرته؟ كبرت يا معلم على الكلام ده قوي. نادي الزمالك اكبر من المستوى اللي انت عامل العداوه مع عيال صغيره بتبعت لك ولا ايا كان مين. حد يا جماعه يسكته في مصلحه نادي الزمالك. امير مرتضى مفروض يقول له ما ينفعش الكلام ده. النهارده هو جاي يتكلم مرتضى انا هجيب مدرب اجنبي. فعلا يعني ما هو كان جروس، ما هو كان موجود وقلت جروس والمدربين، جروس هو لاسارتي هو اجيري هو كوبر، وانا اللي عامل الفيديو ده ولا انت؟ النهارده قال لك لا مدرب اجنبي بقى بينفع مع الشخصيه المصريه. ده من اسبوعين ولا من شهر بيتكلم على خالد جلال ان هو ده المدرب المصري بقى وده اللي اتفرجوا. الناس هتصدقك ازاي؟ وهل هيجي مثلا الزمالك برده مع المدرب الاجنبي اللي انت هتجيبه ممكن ينجح زي ما كان جروس ماشي لحد الاخر وتمشيه برضو عشان ما ياخدش المكافأة؟ قمة البعترة والعشوائية بصراحة. وقبل ما اتكلم على الانتقالات احب افكرك ان دلوقتي الباب فتح لاكتر لمكان اكتر، يعني بقى فيه 5 اجانب منهم 4 باي جنسية ومنهم واحد اللي بيعدي اللي هو ايه مجنس بقى عربي بقى تونسي ليبي مصري جزائري انا اسف اي شمال افريقيا مع سوريا شغال، فده بيعتبر واحد زياده كده اكسترا اتفتح له مع الاربعه اللي هم الدوليين ولا الدوليين بقى في الدوري المصري. اذا خلصنا الليله دي كلها، وزي ما قلت لكم بقى دخلوا الاهلي على طول في الانتقالات والصفقات عشان قيد افريقيا هيقفل. الاهلي بقول لك ماشي على اطار الاستقرار، عنده قال لك انا خلاص مضيت مع ديالو اللاعب المالي الاولمبي اللي هو بيلعب في نص الملعب مكان حسام عاشور ومكان سي دي ام، ومضى مع رمضان صبحي سنه اعاره اخرى، فهو بالنسبه له كده اكتفى. حتى الاشاعات هي قليله، يعني هم في سكينة شوية. قال لك انا جبت لعيبة كتير قوي في يناير وجيرالدو وحسين الشحات وغيره وبتاع، فقال لك انا تمام. اقرب الاشاعات هو متولي من الاسماعيلي المدافع الصلب 25 مليون، دي صفقة تبقى محترمة جدا. بيراميدز كان عايزه وفشل، لو الاهلي قدر يجيبه رغم ان هو عنده 6 شهور بس على عقده فضلة، لكن الاهلي هيدفع فيه 25 مليون ممكن يقنع الاسماعيلي ان هو يجيبه، هيبقى اضافة جبارة. وعندك بقى حوار تاني، قفشة كان قريب جدا من الاهلي بس دخل فيه الزمالك مع بيراميدز، ان الزمالك عايز يدي بيراميدز ابراهيم حسن، فبيراميدز مقتنع اكتر بالعرض ده، قفشه عايز يروح الاهلي، لكن اداره بيراميدز والشكل استفاد اكتر من صفقه الزمالك، فهنشوف برده الايام اللي جايه هيحصل ايه، بس في الاخر قال لك قفشه مش رايح حته. طيب دي صفقات الاهلي او اللعيبه اللي ممكن تيجي، طب تعالوا نتكلم على اللعيبه اللي بنسبه 90% هيطيروا من الاهلي. لا اكتب عندك بقى ماشي عشان كتير عشان هم كتير فاهم. عندك حمودي هيطير، عندك اسلام محارب السلام، عندك محمد نجيب اظن كفايه قوي كده، عندك حسين السيد ممكن يطلع له اعاره ممكن يتباع ربنا يكرمك، عندك باسم علي في الشلاحات، مؤمن زكريا برده الكلام كتير بس مؤمن في شويه كلام اللي هو والله عاجب لسارتي عايز يكمل معاه، فده بنسبه 50-50. عندك صلاح محسن كمان عايز يطلع اعاره مش مبسوط، اللي هو كان الصفقه وهي اللي بوظ الليله دي كلها، قال لك لا انا عايز العب كوره دلوقتي مش بلعب اطلع حتى لو اعاره. عندك ناصر ماهر لو قفشه جه هيطلع اعاره. فدول هم شكل الصفقات وشكل الاقرب لعيبه اللي هيرحلوا عن النادي الاهلي. الزمالك بقى يا معلم قال لك ايه؟ قال لك امير مرتضى ما كانش عايز يتكلم خالص، قال لك مش هقول اي حد، احنا ماضينا مع 6 لعيبه جايين نادي الزمالك لكن مش هنعلن اي حاجه. اعلنوا يعني في حاجات اتسربت اصلا، يعني بن شرقي اعلن خلاص الراجل مشكلته انه بقاله سنتين ما بيلعبش، لكن هو جاي الراجل كان ليه تجربه بره في فرنسا في نيس وبيلعب في السعوديه وفي الامارات تقريبا وجاي دلوقتي يلعب، لعيب كويس جدا ممكن يقدم حاجه هنشوف، لكن صفقه كويس. عندك اسلام رمضان مضى من المقص ادي 2، عندك امام عاشور وينج الحرس ادي 3، عبد الشافي 4 رجع من السعوديه وقال لك عايز انهي حياتي في الزمالك وهيلعب ليفت باك هنشوف مصير عبد الله جمعه، الراجل اهو ادي 4. الخامس ابو جبل، ابو جبل كانوا بيفاوضوا خلاص عواد وعواد جه نادي الزمالك وتصور والصور نزلت تابعوا على الفيسبوك حتى بتاع ارزع الدنيا شغاله نار دلوقتي وفي بوستات على طول موجوده، لو مش متابع بص شوف نزلنا صورته هناك. في الاخر عواد ما اتفقش، الاسماعيلي طلب فيه 35 مليون تقريبا والكلام باظ فمضوا مع ابو جبل. حارس سموحه حارس جيد جدا برده هيأدي الغرض جدا في اصابه جنش. اخر واحد يعني هو المفروض شيكابالا، يعني مرتضى برده طلع في المكالمه اللي هي 40 دقيقه دي قال لك انا عامل مفاجاه لشيكابالا. اظن المفاجاه مش هيبقى عيد ميلاد، يعني هو ما هو هيرجع شيكابالا اكيد الزمالك، يا اما بقى هنشوفه اداري مثلا. عايز اعرف رايكم برده تحت في الكومنتات، ايه ممكن المفاجاه اللي هنعرفها برده ايه يوم الاربعاء على طول في المؤتمر الصحفي اللي هو هيطلع برده صور كهربا وهو عريان باين في الساحل، قال كده يعني. في الاخر الرزيع خلصنا دوري
واحب اقول لك ان احنا مش عارفين الرازع المحلي هيرجع امتى تاني. مش عشان حاجه، مش عشان انا مش فاضي، ولا ده احنا بقى فيه زي ما شفتوا مذيعين كتير وان شاء الله ناس كتير تقدم معاكم، لكن الفكره هم هيرجعوا الدوري امتى. يعني عندنا سوبر مفروض يتلعب، قال لك برده يعني بنشوف الموضوع وبتاع وامتى وفين وازاي ومين، يعني في سوبر ما تلعبش فهي ماشيه كده، يعني هنشوف امتى نرجع. الكاس حتى ربنا يسهل بقى لما يتفقوا برده هيلعبوا الكاس ده امتى ونشوف. اما بقى عن الدوري الجديد فده يعني خلاص ده منظم، انتوا عارفين الدنيا عندنا منظمه. قال لك الدوري بتاعي شهر 9 ويخلص مع بقيه الدوريات، نفس الجمله بتاعت كل سنه. ومن هنا بس انا عايز اسال سؤال، هو مين اللي بياخد صحيح القرارات في اتحاد الكوره؟ احنا سامعين عن قرارات كبيره، يعني فكره ان تزويد اجنبي في الليسته، فكره الدوري بقى يتلعب امتى، وفكره القايمه. هل ثروت سويلم هو اللي بياخد القرارات دي ولا الموضوع اكبر منه شويه؟ برضو ممكن ايه اتساءل وممكن محدش يرد، مش مشكله. اتمنى يا رزيع الحلقه تكون عجبتكم. مبروك الاهلي درع الدوري في النهائي، مبروك استحق الدوري، مبروك الزمالك الكونفدراليه بعد سنين وسنين بطوله افريقيه مهمه. السنه الجايه الاهلي والزمالك هيبقى عندهم خلاص يوم اول اسبوع في 8 بطوله افريقيه، تحدي جديد ده اللي هنكون معاكم فيه. طبعا احنا عارفين بس بنرمي يعني تشبيهات على عشان مش عارفين الدوري هيتلعب امتى، لكن البطوله الافريقيه موجوده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفتح تنبيهات لو كنت جديد معنا في القناة، وانتظروا بقية الحلقات. وكفاية رزع قوي لحد كده، وحلقات الفانتزي نازلة بكرة ان شاء الله اهو، ما تكتبليش بقى فانتزي تاني.